أنا اسمي بيلسان نضال أحمد أبو الرب، من الصف السادس، عمري 12 سنة، عايش بالأردن مخيم الحصن، من جنين بفلسطين. مثل هذا اليوم طردوا أهالينا من بيوتهم بفلسطين وإجوا عاشوا بالمخيمات، وأنا اليوم رايح أتظاهر وعشان نطرد العدو الصهيوني، وبنروح عشان إخواننا الفلسطينيين عشان نحسسهم إن إحنا معاهم. أنا بعتبر كل البلاد العربية دولة واحدة، وزي ما أنا إلي حق بالقدس، ابن السلط إله حق فيها.